الأساسيات. أنا دلوقتي هدخل المطبخ هعمل لستة بالأجهزة اللي أنا محتاجاها، أنا محتاجة إيه؟ طبعا محتاجة بوتاجاز، في حاجات أساسية مفيش فيها نقاش، طبعا محتاجة بوتاجاز، طبعا محتاجة تلاجة. هل هيجوز بيت من غير الاتنين دول؟ بالتأكيد لأ. محتاجة فرن ومحتاجة تلاجة، دول حاجتين أساسيين. طيب محتاجة إيه تاني بعد كده؟ محتاجة خلاط، محتاجة كبة. طيب الكبة والهاند بلندر والخلاط مين يا سارة أهم حاجة فيهم؟ لو هنرتبهم بالأهمية، أنا بعتبر دايما إن الكبة أهم حاجة. ليه؟ لأن الكبة بتحل محل الاتنين، بتحل محل الهاند بلندر وبتحل محل الخلاط. فلو أنا جبت كبة هتحل لي أزمة عدم وجود خلاط وعدم وجود هاند بلندر. والله الإمكانيات سامحة إني أجيب خلاط كمان، يلا أجيب خلاط. طب والله ده الإمكانيات سامحة كمان إني أجيب هاند بلندر، يلا هاتي هاند بلندر. لكن هاتي في الأول كبة. العجانه رفاهيه تماما، انت ممكن تعيشي من غيرها خالص. العجانه برقم ما شاء الله، ووجودها في الحياه مش ضروري، يعني حياتك مش واقفه عليها خالص يعني، فتقدري تجيبيها اوكي، ما تقدريش عادي جدا. الميكرويف جهاز مهم جدا من وجهه نظري، الميكرويف بيخلينا نفك اللحوم بسهوله، بيخلينا نسخن حاجات بسهوله. ميزته كمان انه لما بنسخن فيه الاكل بيبقى ما تبهدلش، تسخين على في الفرن او على البوتاجاز بيخلي الاكل كده يتهري، والميكرويف لا ما بيعملش كده. فانا شايفاه جهاز مهم لكن هو برده مش اساسي، مهم اه لكن مش اساسي. فرن كهرباء، الفرن الكهرباء مش ضروري ابدا لو انا عندي فرن بوتاجاز بفرن كويس، خلاص انا عايزاه ليه؟ ملوش لازمه خالص. كولر ميه رفاهيات اقدر اجيبه اوكي، ما اقدرش اوكي. فلتر حسب انا ساكنه فين، في مناطق الميه فيها وحشه جدا ما ينفعش تستخدم او تتشرب من غير فلتر، في مناطق عادي ممكن نتعايش من غير فلتر. في ايه تاني يا نور؟ لو حاجه واقعه مني قولي لي. احنا بنتكلم دلوقتي عن الاجهزه الكهربائيه اللي في نطاق المطبخ. شفاط الدهون اللي بيبقى فوق البوتاجاز مهم جدا لو انا عندي مطبخ مفتوح، لان لو ما عنديش مطبخ، لو عندي مطبخ مفتوح وما عنديش شفاط هلاقي كل حيطان البيت وفرشه بيتجمع عليه دهون وملزق، وحاجه مش الطف حاجه خالص. فهو مهم في حاله ان انا عندي مطبخ مفتوح، وخصوصا لو مفتوح على ليفنج روم او ريسبشن، الاثنين هيتبهدلوا جدا لو انا ما عنديش شفاط. عندنا ايه تاني؟ انا ناسي اي اجهزه؟ الاعداد واحد طبعا، اللي احنا بنتكلم فيه ده واحد من كل حاجه، يعني اكيد اكيد هجيب الاعداد، هنجاوب على الاعداد في الحاجات اللي فيها اعداد، ولكن احنا لحد دلوقتي بنتكلم في اجهزه واحده. طبعا محتاجه غساله كويسه، الغساله الكويسه استثمار في صحتك يا حبيبه قلبي، هاتيها وما توفريش فيها وما تسترخصيش، لان الغساله يعني عصب البيت بصراحة. يعني مهم جدا انها تكون نوع كويس، مهم جدا تكون هتنجزني، مهم جدا تكون هتطلع الهدوم نظيفة. فهاتي غسالة كويسة، وده مهم جدا. مش بالضرورة ابدا، بلاقي ناس يعني فردين بيتجوزوا بيجيبوا غسالة 15 كيلو، ليه؟ بجد ليه؟ ليه؟ غسالة 5 كيلو زي الفل، هتقضيكوا وزيادة والله العظيم. 6 كيلو 8 كيلو، بس مش لازم نجيب كل حاجة أكبر حاجة، مش لازم يعني عادي في المستقبل هتغيريها، مسيرك تغيريها، هي مش قاعدة معاكي بقية العمر الغسالة دي. فدايما خلوا تفكيركم عملي، إن احنا نصغر في الحجم بحيث إنها تناسب إمكانياتنا دلوقتي، فنعرف نجيب حاجات تانية ممكن تكون في بند الرفاهيات تسهل لنا حياتنا. صح ولا إيه؟ مهم جدا السخان، السخان في البيت أنا بالنسبة لي والله العظيم لما السخان بيبقى عطلان أنا نكد، مفيش مية سخنة في البيت، دي كارثة بالنسبة لي. فالمية السخنة بتخلي غسيل المواعين أسهل، بتخلي النظافة الشخصية أحسن بكتير طبعا، إنك تدخلي تاخدي حمام دافي كده بعد يوم تعب شغل أو شغل بيت أيا كان، مهم جدا جدا. الولاد هيستحموا ازاي بميه ساقعه لو عندنا ولاد؟ فالسخان مهم جدا ان احنا نجيبه، لو غاز نجيبه نوع كويس، لو كهرباء نجيبه سخان كبير، كبروا في السخان ما توفروش والله. وهتدعوا لي على النصيحه دي، الناس دايما بتنساه وبتعتبره حاجه كده ايه في الاخر يعني نجيبه اي حاجه، لا هاتوا سخان محترم نوع كويس وهاتوه كبير، ساعته كبيره في الميه لو هو كهرباء، هتشوفوا قد ايه ده هيخلي حياتكم اسهل في حاجات كتيره جدا جدا جدا، مش هتحسوا بقيمتها غير لما يعطل، يوم ما يعطل هتحسوا بالفرق. عندنا ايه تاني؟ المكنسه الكهرباء، اوف المكنسه الكهرباء دي يا جماعه من اهم الحاجات في البيت. لو تعرفوا تجيبوا مكنسه من اللي هي الحاجات النظيفه اللي بتبقى شويه اغلى،
ولكن فيها كل حاجة، بتغسل سجاد وبتغسل كنب وبتنظف أرض. يعني أنا جبت لسه جايبة مكنسة، والله العظيم احسن فلوس صرفتها في حياتي. هي كانت غاليه شويه، ولكن انا زي ما قلت لكم كده انا اعتبرتها استثمار في وقتي واستثمار في صحتي. ليه بقى؟ جبت مكنسه بتكنس وبتمسح في نفس الوقت، يعني انت بتكنسي وبتمسحي بميه او بسائل تنظيف في نفس الوقت، فهي تمنها زي تمن حاجتين، زي وبتاخد الميه سخنه وبتاخد المنظف بطريقه كده جميله فظيعه فظيعه، يعني بجد بجد ربنا يعني يبارك فيها، احلى حاجه في حياتي دلوقتي. فدي مثلا خلتني هقول لكم بقى هنا فكره الاستثمار في صحه الواحد. دفعت شويه زياده، ولكن مقابل الشويه الزياده اللي انا دفعتهم ما بقتش بكنس، اجيب مكنسه اكنس وبعد كده اجيب المساحه واقعد امسح، لا ده انا بقيت في مره واحده، هي قوية جدا جدا فما بتاخدش مني وقت، يعني 10 دقايق بكون عملت أكبرها مكان في البيت. مسح وكنس، فتقريبا وقت التنظيف بتاعي بدل ما كنت بقعد ساعة ولا ساعتين قاعدة بكنس، وبعد ما أكنس أشيل المكنسة الكهرباء لمها وأجيب بقى المساحة أحط فيها مية وأحط فيها سائل التنظيف وأنظف وأقعد ألف وأعصر البتاع، مفيش بقى الكلام ده كله، كل ده اتلغى. أنا ماشية بالجهاز بتاعي في البيت كده بتمشى، وأنا بتمشى كده أنا بكنس وبمسح. فده استثمار في صحتي يستاهل إني أعمله، يستاهل إن بدل ما أدفع واحد أدفع 10 علشان أنا بقيت دي بقى حاجة هجيبها خلاص، مش هجيب كل يوم مكنسة أنا، عشان أنا كده خلاص بقيت حياتي أنا عارفة إن الوقت مثلا ما أنا بعروسة دلوقتي، وقت ما الولاد يوقعوا حاجة والمكنسه اللي انا جبتها دي بتشيل اي حاجه، اكل وقع، حاجات صلبه عادي جدا، لان هي فيها تانك كبير والمجرى بتاعها واسع فبتاخد اي حاجه. فدي كده استثمار في صحتك تجيبيها وانت ضميرك مرتاح. واللي يقول لك ايه ده ازاي تجيبيها بقى في واحده بمعرفش كام، قولي له مالكش دعوه انا عارفه انا بعمل ايه على طول، عشان هي فعلا هتخلي حياتك اسهل، وساعه اما تبداي تستخدميها هيفرق معاكي جدا ان البيت على طول نظيف، لان الحاجات دي بتخلي التنظيف سهل، مفيش هم على قلبي ان انا اقوم انظف، لا انا عارفه ان انا في نص ساعه هكون عملت البيت كله، فاه بتحمس، ده بيخلي التنظيف نظيف، التنظيف خفيف مش هم على القلب كده ومسؤوليه. فالحاجات دي تجيبوها وانتوا يعني ضميركم مرتاح خالص. ان انا اجيب مثلا شاشه حلوه في البيت كبيره كده ولطيفه، لما نقعد بالليل نتفرج على فيلم نتبسط بقى ونفصل من كل اللي انا بتكلم فيه ده، نبعد بقى عن المطبخ والطبخ والتنظيف والشغل. نجيب شاشه حلوه، مش لازم اروح اجيب اغلى واحده، نجيب واحده متوسطه يا جماعه، بس نقعد كده ايه نبقى مبسوطين، عارفين الحاجات دي بتفرق في النفسيه جدا. هاتي كده سماعه لطيفه تحطيها في المطبخ تسمعي اغاني وانت واقفه بتشتغلي. والسماعات بقت رخيصة جدا، يعني مش لازم اروح اجيب السماعة المعرفش الجي بي ال اللي معرفش بكام، لا انا ممكن اجيب حاجة بسيطة خالص برقم صغير احطها جنبي في المطبخ، اشغل عليها راديو، اشغل عليها اغاني، اخلي كده وقفة الشغل خفيفة. من الحاجات اللي بنصح بيها كل العرايس اللي بيتفرجوا علينا كمان دلوقتي، المطبخ المفتوح، المطبخ المفتوح سيبوكوا من كل الكلام اللي بيتقال، كل الكلام اللي بيتقال ملوش اي اساس من الصحة، ريحة البيت هتبقى اكل، البيت كله هيبقى مش نظيف، مفيش الكلام ده، ريحة البيت بتبقى اكل في اي وقت احنا بنطبخ. اقول لك حاجة، ادخلي اطبخي واقفلي عليكي باب المطبخ. هقول لك في اكتر من كده قفلان، اقفلي باب المطبخ عليكي، ادخلي اتكتمي جوه في درجة حرارة 60 واقفلي عليكي باب المطبخ، هتطلعي برضو تلاقي ريحة البيت اكل. طبيعي دي ابخرة وبتتصاعد في كل حتة، مفيش حاجة تمنعها. فأرجوكي اعملي مطبخ مفتوح. هتقولي لي ليه؟ عشان المطبخ المفتوح بيحقق ونس، بتبقي واقفة في البيت مش حاسة انك مزوية كده في مكان لوحدك ومحبوسة فيه، وانت مقفول عليكي 4 حيطان طول اليوم، يا بتغسلي يا بتطبخي يا بتنظفي، احساس وحش قوي بجد، وحش قوي. لكن المطبخ المفتوح بيحسسك انك عايشة في البيت مع الناس ومتفاعلة كده، وده يكلمك والتلفزيون شغال قدامك، الحياة بتبقى ألطف وشغل البيت بيبقى أخف بكتير جدا. مفيش أحلى بصراحة من وقفة ان انا واقفة بطبخ كده وحواليا بقية البيت، او جوزي مثلا قاعد بيتفرج على ماتش كورة وناس برضو، فاهمة؟ مش مقفول عليكي كده الدنيا ومخنوقة. فأرجوكوا يا جماعة المطبخ المفتوح، أنا هو تاني بيت أعمل فيه مطبخ مفتوح، وبقول لكم بأمانة ربنا ملوش أي سلبيات، كله إيجابيات،
كله حقيقي إيجابيات.